جميل. اليوم حبينا نطلع لايف ونحكي معكم اي شخص قررنا نسوي شويه رياضه. هيك جايز، الجو برد كثير، درجة الحرارة هلأ أعتقد 8، يعني بس لسه في ناس رياضية تركض وتمشي قبل ما يجي الشتاء، لسه مطول. طيب خلينا نبدأ بأهلا وسهلا باللي جايين، هنجاوب أسئلتكم كلها. نبدأ نعطي بعض الأمور المهمة لأي شخص قادم جديد لكندا. لما تيجي على كندا، خاصة القادمين الجدد الحاصلين على الإقامة الدائمة، راح يكون عندك مقابلة بالإيربورت أو بالمطار مع موظف، يعني موظف الحدود والجمارك بحولك على موظف الهجرة. شو برد بكندا؟ والله برد اليوم، برد. فموظف الحدود والجمارك باخذ منك الأوراق اللي أعطوك إياها في السفارة مع جواز السفر اللي محطوط على فيزتك ومكتوب عليها، هي الفيزا الوحيدة يمكن اللي بتصدر في كندا لسفرة لمرة واحدة، باقي الفيز بتكون مالتي بيربس مالتي انتري، هي اللي بتقدر تستخدمها مره واحده، لانك بعدها راح تحصل على الاقامه الدائمه ولن تحتاج الى الفيزا. فبعطيك ورقه اسمها لاندنج بيبر، هاي الورقه كوبي من الكونفيرميشن انك شكلها كربوني ومش مستاهل تطلع عليها اصلا، وبتقول انا خلص استلمت البي ار شو بدي فيها، بكبوها. هاي الورقه مطلوبه لما تقدم على الاولد ايج سكيورتي لما توصل ال 65 سنه، تثبت امتى دخلت كندا لاندنج ايميجرانت. وهاي مهمه كثير لكثير امور، فارجوكوا ارجوكوا ارجوكوا لا تكبوها. محطوط فيها معلومات كثير، ما فيها صوره، شكلها كربونة مجعلكة، ولكنها مهمة جدا جدا جدا. أنا الآن في أوتوا، في عاصمة أوتوا. طيب نكمل شوي شوية. إزاي بدي أتجوز بتركيا؟ بصير جيب مرتي على كندا؟ إذا أنت كندي أو مقيم دائم بحق لك أنك تعمل سبونسرشيب لزوجتك بعد ما تثبت أنك تزوجت رسميا وصار بينك دخلة، يعني مش كاتب كتاب فقط. بتقدر تسوي أبليكيشن اسمه سبونسرشيب. من أهم شروطه أنك ما تكون على الويلفير. إذا بتقدم تقدر تجيبها وتجيب، ما عندك مشكلة. الابليكيشن بوك اذا بتقدم كويس تقدر تجيبها وتجيب، ما عندك مشكلة. الابليكيشن بوك تقدر تقدم لزوجتك على او لزوجك حسب الهاي على فيزا بيجي على كندا وبستنى. عادة هاي الفيزا حكون انها سريعة جدا، تاخد شهر، بعديها بستنى بقعد معك. بيقدر يحصل على تصريح عمل الى ان تنتهي الاجراءات. طيب شوية جاوبنا كده.
أنا من غزة، بس صمت من 4 أشهر على برنامج غزة لهلأ ما إجاني ولا رد. عادي في كندا للأسف بطيئين جدا في موضوع السكيورتي تشيك. السكيورتي تشيك هون بأخذ وقت طويل، وأنا عارف إحنا عنا إحنا العرب يعني بالذات واللاتينو حامين شوي، في بدنا كل إشي على أحرك أحرك. هاي بلاد عايشين على الموظفين، يعني اصلا اذا بيستعجل المانجر بقول له ليش مستعجل انت، شو خربان في الدنيا، بطئ. ف نعم للاسف، لكن هذه هي الواقع. فعندهم كتير يعني تيجي بتحكي مع الامبي، انا حكيت مع هذيك اليوم، رحت مع واحد ترجمت له، واحد بده يجيب مرته وقصة طويلة ورفضوا الابليكيشن اول مرة لانه في الشبروف، بعدين رفع هي الام بي بقول له طيب so why you are in hurry، يعني طلع فيه هيك بقول له انت شو بتسأله، قاعد واحد يجيب مرته متجوزها الى 2.5 سنين هاي، قول له why in hurry كمان مش منطق اللي بتحكي. كان بكي يعني هم اصلا هلأ have to enjoy their life. لا الناس بفكروا بطريقة تانية، والله ما عارف شو بدي اقول لك. بس 4 أشهر انا سمعت ناس بصموا بشهر واحد لحد هلأ مش واصلهم اشي للأسف. عم بقطش النت يمكن لاني ماشي. اذا ما شو سؤالك عيده انا بعيد لك الجواب. اذا مع انه عندي 5G بس anyway، اذا ما فهمت سؤال ما فهمت الجواب او ما سمعته عيد اسال السؤال انا بعيده. طيب بعد ما تخلص نرجع على النقطه الاولى. بعد ما تاخذ هاي الورقه وتطلع بتصير انت حر طليق في كندا، تدخل تروح على المدينه اللي انت حابب توصلها اللي انت قررت تعيش فيها. اذا لك حدا غاد هاي لحالها بتسوى 1,000,000 دولار كندي. ليش؟ لانه هذا الشخص حيساعدك كتير في اول شهرين زمان. اذا ما لك حدا زي ما انا جيت مثلا ما كنتش اعرف حدا، ف على عينك بدك تعاني شوي. هلا اقول في انترنت، ونصيحه اللي ما بيعرف يستخدم النت يستخدمه. يمكن تضحكوا وتقولوا مين ما بيعرف يستخدم النت، والله يا جماعة في ناس بيسألوا وين في بنك بيفتح تفتح فيه حساب، يعني حتى جوجل بنك مش عارف يعمل له جوجل. أنا عندنا جروب بشوف هذا وين في مكان بيصلح تلفونات، جوجلت فيكس فون بطلع لك. فللأسف في ناس لحد هلا بيعرفوش يستخدموا الجوجل سيرش يعني، وموجودين في كندا من بالك ناس جايين من برا ما بعرف. فالمهم هلا تبدا في عدة معارك. المعركة الأولى اللي هي طبعا تجيب خط انت خط تلفون. أنا نصيحتي تجيب pay as you go، اختار رقم كويس لأنه رقمك هذا ممكن يضل معك، ممكن تنقله على شركة ثانية. بعض الدول الرقم بكون ملك الشركة، الرقم هو ملك شخصي وليس ملك الشركة. اي شريحة بس رقم كويس، اي خط مش مشكلة، ما يكون في كونتراكت، ما في يكون عقد، تقدر تفصله في اي وقت وتغير الشركة لما تلاقي كويس. اي خط مش مشكلة، ما يكون في كونتراكت، ما في يكون عقد، تقدر تفصله في اي وقت وتغير الشركة لما تلاقي هون ربط فرس. للأسف في نقص كثير من المنازل اللي في شيء لكن عليها طلب شديد. طلب لجوء في كندا
هل بعطوني منزل اذا تقدمت؟ لا ما بعطوك منزل حبيبي. اللاجئين اللي جايين عن طريق الامم المتحده هم هم الوحيدين اللي بعطوهم مسكن لمدة سنة مدفوع بعدين هم بيدفعون. اللي جاي عن طريق كفالة عن طريق الكفلاء الكنيسة أو الكفالة الخماسية، وعادة خلينا نحكي الصح بتكون انت دافع كل اشي للكنيسة قبل عشان تقبل، فهم ما بتطبلوا بشي. فاللاجئ لا، أنا بعرف في دول أوروبية نعم بعطوا اللاجئ منزل، في كندا ما بعطوا اشي. في بعض اللاجئين خاصة إذا عندك عائلة ممكن يحطوك في الشلتر. الشلتر هو عبارة عن ملجأ مفتوحة على بعض تقريبا 20-30 عائلة، بتستخدم مطبخين ثلاثة، يعني عبارة عن سكن جيش هيك. فإذا أنت شاب ممكن تقعد لك في شهر شهرين ثلاث، بس إذا عائلة أنا صراحة ما بعرف كيف ناس ممكن توعد فيه، موضوع صعب. فاللي بيطلعوا لكم على النت وبيحكوا لكم اوه هذا البيت اللي حيعطوك اياه لما تيجي لاجئ، قالوا حقا ارادوا به باطل او قالوا باطلا ارادوا به حقا، مش عارف، لكنه الموضوع مش صح. بعثت لك على الخاص ازاي فيك تساعدني. والله انا حشوف حجرب هلا ادخل، بس على الخاص بيجيني كثير للاسف وكله تضييع وقت. يعني يا جماعه بحكي لكم اياها، في ناس مفكرين الهجره او القدوم لكندا شوبينج، بشوف بسال هذا كذا تقتل يعني الموضوع، موضوع باختلاف كلي، بده دراسه، بده تعمق، بدك تحسب لها، تعرف شو البرامج، لانه هدول اكثر ناس عرضه. يعني الموضوع موضوع باختلاف كلي، بده دراسه، بده تعمق، بدك تحسب لها، تعرف شو البرامج، لانه هدول اكثر ناس عرضه. يعني الموضوع موضوع باختلاف كلي، بده دراسه، بده تعمق، بدك تحسب لها، تعرف شو البرامج، لانه هدول اكثر ناس عرضه. عليكم للاسف في ناس بدها نصابين، يعني في ناس بتدور على النصاب وتقول له انصب علي. صراحة هشوف يا ابراهيم، ولكن اكتب لي كل موضوعك واضح عشان اعرف اجاوبك، ما عندي وقت اعمل شات. للأسف في ناس مرحبا كيفك شو اخبارك، اوكي لو جيت احكي لك اخباري راح تسمع اخباري، مريض تعبان ظهري بوجعني، فخلي ما عندي وقت اعمل شات. للأسف في ناس مرحبا كيفك شو اخبارك، اوكي لو جيت احكي لك اخباري راح تسمع اخباري، مريض تعبان ظهري بوجعني، فخلينا ما نضحك على بعض. يعني ما بعرفش انا ستريت فورورد هيك، بس بحبش اللف والدوران، لا تضيع وقتك ولا وقتي. فمن عيوني التنتين بجاوبك اذا في اشي بقدر اجاوبك. نكمل على اجار البيوت. اجار البيوت المصيبة الكبرى هاي اللي عم بتصير الان في الوقت الحالي، ان شاء الله تنحل قريبا. اجار البيوت يا جماعة صار في مشاكل. من هذه المشاكل انه خلال فترة الكوفيد دخلوا ناس كتير temporary workers، ما في بنية تحتية، ما في بناء كان خلال فترة الكوفيد، فبطلوا لحقوا على عدد الاشخاص اللي دخلوا immigration و temporary workers حوالي 2 مليون على حسب التعداد. فهذا ما كان في لهم شيء جاهز، ما في كان ready build houses. هاي شغلة. الشغلة الثانية انه معظم القضايا تبعت المنازل اللي كانت عند محكمة المنازل تم تأجيلها بسبب الكوفيد، ما بيقدروا يطلعوا. هاي شغلة. الشغلة الثانية انه معظم القضايا تبعت المنازل اللي كانت عند محكمة المنازل تم تأجيلها بسبب الكوفيد، ما بيقدروا يطلعوا الناس من المنازل. تبعت المنازل اللي كانت عند محكمة المنازل تم تأجيلها بسبب الكوفيد، ما بيقدروا يطلعوا الناس من المنازل.
التأمين تبعت المنازل اللي كانت عند محكمة المنازل تم تأجيلها بسبب الكوفيد، ما بيقدروا يطلعوا الناس من احنا وين بدنا نطلع. طبعا كل في مسار فاصحاب المنازل صار يقول لك انا بخلي البيت مش مأجر شهر وشهرين، ولا اني اجره لشخص غلبني سنه وما بدفع الاجار. فصاروا يحطوا قوانينهم الخاصه، لكن في البحث عن معلومات اللي هو لكن في البحث عن معلومات اللي هو بده يستاجر البيت. وين تأجر؟ القادم الجديد ما عنده هاي الريفرنس. الشغله الثانيه بدهم عمل يثبت انك حتدفع مكان انت بتشتغل فيه، بي التشيك الهاي، وقادم جديد ما عنده شغل. مثال الشغله بدهم كريدت سكور اللي هو المستوى الائتماني او الضريبي الائتماني، اللي هو انه انت عندك ديون عندك فواتير وبتصير المستوى الائتماني او الضريبي الائتماني اللي هو انه انت عندك ديون عندك فواتير وبتصير من 350 ل 900، كل ما ارتفع الكريدت سكور كل الطرف القادم كل الطرف القادم لكن حتى كل أمور يقول لك كان يقول لك يمكن لا أنا برضو بدي كريدت لأنه أنا خايف أنت بعد سنة ما تيجي، خاصة مع القادمين الجدد اللاجئين يخافوا كثير منهم. ليش؟ لأنه اللاجئ اللي بيجا لجوء عن طريق مؤسسات خيرية أو حكومة أو إشي زي هيك أو group of five، يكون هذا إله راتب شهري. هدول اللاجئين اللي بيجوا عن طريق الأمم المتحدة أو عن طريق المؤسسات يكون فيه راتب شهري مخصص. هذا الراتب، خلينا ندخل بالغابة شوي، هذا الراتب بكون ثابت، فبجيب ورقة في هذا الراتب، وهي بتخوف كتير لأنه بعد سنة هذا الراتب حينقطع، حيصير هذا الشخص ما عنده أي جيب ورقة في هذا الراتب وهي بتخوف كتير لأنه بعد سنة هذا الراتب حينقطع، حيصير هذا الشخص ما عنده أي ستيت ايجنت. للعلم اللي هو السمسار العقاري بسموه، السمسار العقاري بأخذ مصاري من المؤجر وليس من المستأجر، فما حيأخذ منك فلوس، حيساعدك. في مستشارين رائعين عرب موجودين هون، ممكن تتواصل معهم اللي في كندا وهم حيساعدوك أكيد. هلأ بشكل عام عرب موجودين هون، ممكن تتواصل معهم اللي في كندا وهم حيساعدوك أكيد. هلأ بشكل عام هذا الموضوع مؤرق لكثير من الناس، لأنه عشان ما تتفاجأ فيكون عندك اير بي ام بي مستأجره الطريقة الثانية أو ضامن. في نور بتضحك بتقول لا ما بعطوك بيت بس بعطوك بيت وسيارة. يا في ناس لحد هلا عن جد بتوقعين هاي الشغلات.
للاسف في كندا ما في، يمكن في اوروبا انا برجع بحكي فيه فعشان هيك الناس بتسال، ولكن في كندا لا ما بعطوك بيت. طيب اللاجئ مره ثانيه، اللاجئ اللي جاي داخل لجوء عن طريق كسر الفيزا او شيء زي هيك. عتمت يا جماعه، احنا بنبقى ماشيين بالحديقه هيك بالغابه. طيب خلينا نكمل اذا سامعيني قولوا اوكي. فالطريقه الثانيه تلاقي شخص اسمه جرانتور او ضامن. الضامن هذا شخص بكون عنده كريدت سكور كويس، بكون اكنه هو اللي يستاجر بس هو بضمنك. في حال لا سمح الله انت ما دفعت بتروح القضيه للضامن، على الضامن. وهون بدك تلاقي واحد فعلا ابن حلال تكون انت يكون واثق فيك. احكي لكم قصه، انا في شب بدك تلاقي واحد فعلا ابن حلال تكون انت يكون واثق فيك. احكي لكم قصه، انا في شب من بلدنا حايب وكله بخير وزلمه متقي شب من بلدنا حايب وكله بخير وزلمه مثقف ومتعلم. جبت له الكريدت كارد واعطيته ورقه من المشغل تبعي وفعلا الزلمه استاجر من واحد ايطالي الاصل. الكريدت كارد واعطيته ورقه من المشغل تبعي وفعلا الزلمه استاجر من واحد ايطالي الاصل. ف بليز كونتاكت هيم. صرت اتصل على التلفون فعلا فيش، بعت له مسجات، قلت خليني ابعث على واتساب من البلاد. بعثت له وبرد، كيفك يا فلان؟ قال الحمد لله، شو اخبارك؟ قال له كويس. قلت له يا زلمه وينك؟ قال والله روحت انا. قلت له شو؟ قال انا زلمه دكتور وكان عندي شغلي وهذا، وجيت على كندا ومش لاقي شغل، تركت كندا على ابو كندا وروحت. قلت له اوكي مش مشكله، ديسيجن انت حر فيه، هذا قرار راجع لك. بس شو صاحب البيت؟ قال لي يضرب راسه بالحيط. قلت له مين يضرب راسه في الحيط؟ ما انا الجرانتور تبعك. قال ايش طيب شو يعني؟ قلت له الزلمه بيتصل فيه بده مصاري، انت لك شهر وشهر مش دافع، وضايل لك شهرين اصلا عشان يخلص العقد، فلازم اذا كنتك تطلع بالحسنى ممكن تحكي معه يقول لك اوكي كذا كذا كذا، اما مش هيك تترك البيت. قال انا هي البيت فاضي اصلا، والباسكود بيعرفه هو يدخله وانا ما غيرتوش. قلت له اوكي بس ما بينفع هيك يا زلمه. طيب قال لي انا مش هدفع له ولا شيء. قلت له ما بيصير، انا الجرانتور يدخله وانا ما غيرتوش. قلت له اوكي بس ما بينفع هيك يا زلمه. طيب قال لي انا مش هدفع له ولا شيء. قلت له ما بيصير، انا الجرانتور. قال لي ما بسوي شيء. المهم فروحنا على الزلمه، قعدنا معاه، حكيت معاه، قلت له هيك هيك القصة. قال لي والله أنا إلي شهرين ما اندفعوا، وهو بالعقد ضايل له شهرين، وأصلا لازم يعطيني نوتس قبل شهرين، ففور مانس لازم يدفعهم. قال لي شوف أنا عارف أنت تورطت وأنت كنت بدك تساعده وهذا قادم جديد، ولكن هذه موضوع سيء، أنا حاب ريبورت هيم ونوت ريبورت يو للكريدت، لأنه هذا بيخرب الكريدت تبعك. بشوف بدي احط البيت للاجار، اذا تاجر ايش ضل من الاجار حخصمه والباقي حتدفعه، لا حول ولا. المهم بعد كنه كم يوم بقول لي يعني بدي احكي لك بس انه اجرنا البيت بسرعه لانه لقينا مستاجر، يعني في ناس كثير بدها تستاجر، وآخر شهرين مش هحسبهم عليك، وصاحبك دافع شهر أصلاً اللي هو the last month، فبضل شهر بدك تدفع لي. المهم من هون لهون قلت له listen يعني أنت شايف الوضع وأنا ماليش خص في الموضوع. قال لي لازم تدفع الشهر.
لما رحت عشان اسلمه الشهر اللي هو الزلمه بيقول لي بس عشان تتعلم درسك انا هاخد منك بس نص شهر عشان تتعلم ما تضمن حدا من يوم طالع. فللاسف الشديد ابن الحرام ما بيخلي لابن الحلال حاجه. هلا لو اجى اخوي على كندا يمكن ما اقدر اضمنه. فبدك اللي يضمنك فعلا يكون واثق فيك، لانه هو بيضمنك، هو ضمن انه يدفع اجار البيت هذا طول الفتره اذا انت ما دفعت او تخلفت عنه. فهذا هو الجارنتور. طيب نكمل الان شو صار اذا اخذت البيت. اخذت البيت بدك تعفشه. هلا نصيحتي انا تعفش شغلات بسيطه جدا، لانه ممكن تنقل، هذا مش بيتك النهائي، جيب لك قطعتين ايكيا، شغلات بسيطه، ممكن تجيب مستخدم، بس انتبه في موضوع الحشرات والبق والامور اللي زي هيك، لانه هاي للاسف تنتشر بسرعه، موجوده هون وممكن تضر العيله كلها. فالمختصر بتروح بتجيب لك فرشتين كويسات على الحافين على شغلات المطبخ، وكان وكفى الله المؤمنين سر القتال. شوي شوي بتشوف العروض الموجودة في البلد، بتشوف شغلات بتقدر تشتريها على راحتك. ما تستعجل وتروح تجيب لي سجاد مش عارف 5-6 آلاف، كنبيات 4-5 آلاف، ما في أي داعي لهذا الموضوع. واللي جاي يزورك عشان خوي خوي شو جوا ما وينتي باخ شي سنية. فاللي جاي يزورك عشان العفش اللي عندك بلاش ما يجي يزورك، اللي جاي يزورك عشانك أهلا وسهلا فيه. فبقعد على كرسي، بقعد على الأرض، بترحب فيه وما تقلق نهائيا من المواضيع اللي في بلاد أهلا فيه. فبقعد على كرسي، بقعد على الأرض، بترحب فيه وما تقلق نهائيا من المواضيع اللي في بلادنا، هاي هذا عنده عفش فلاني وهذا، هذا الموضوع بدك تلغيه هون. اللي حيجي عليك على البيت هو صاحبك، صاحبك اللي فعلا شريك. الناس هون حياة صعبة الاجتماعية. وعليكم السؤال، اللي حيجي عليك على البيت هو صاحبك، صاحبك اللي فعلا شريك. الناس هون حياة صعبة الاجتماعية. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن سؤال؟ تفضل اسأل. أنا طلعت من غزة من كم شهر، هلأ في تركيا، كيف بدي أطلع كندا؟ معي ولد وبنت، بنت غزة، كيف بدك تطلع كندا؟ والله شوفي، إذا أنت من غزة في عندك حلين، يا إما بدك تدوري على أحد برامج الهجرة، وبعرفش إذا أنت عندك لغة إنجليزية قوية أو وسط، يعني ناس تحكي قوي، يا إما بدك تدوري على أحد برامج الهجرة، وبعرفش إذا أنت عندك لغة إنجليزية قوية أو وسط، يعني ناس تحكي قوي، يا إما بدك تدوري على أحد برامج الهجرة، وبعرفش إذا أنت عندك لغة إنجليزية قوية أو وسط، يعني ناس تحكي قوية، تقدمي امتحان وتنتظري لك 6 أشهر. في برنامج هجرة موجود للاجئين اللي معهم امتحان لغة إنجليزي ومعهم شهادة، بتجيبوا أولادك تيجوا هون معززين مكرمين، معكوا إقامة دائمة، PR بسموها، Permanent Residency. أو بدك تقدمي على فيزا عادية، فيزا عادية، وانت وحظك إذا إجت هاي الفيزا. إذا إجت هاي الفيزا بتسحب على فيزا عادية، فيزا عادية، وانت وحظك إذا إجت هاي الفيزا. إذا إجت هاي الفيزا بتسحب على فيزا عادية، فيزا عادية، وانت وحظك إذا إجت هاي الفيزا. قصص ممكن تمشي، قصص ممكن تمشي دائما.
أمانة عمي ترد علينا لأنه نزن. رديت عليك، رديت عليك يا عمو. الله يحميك دكتور، وأحلى مشط رصاص. قلوب تحية، تسلم تسلم تسلم. هذا قاعد بطخطخ قلوب حبيبي، تسلم. اسكتوا، انا باركولي امبارح واخيرا واحد اعطاني ايش هم بسموه هذا، طائية مش عارف 25 سنت اجاني منها. اول مرة، ثاني مرة هاي على اول مرة اجاني شغلة 10 سنت مش عارف شو هي كانت، وهي 25 سنت. فالحمد لله من التيك توك جمعنا 35 سنت. مش عارف امتى بتقدر تسحب مصاريك، بس يعني مبلغ محترم. هيك نروح نعرف نصف سامر، مش عارف وين نروح نشتري فيه حتى خبز لفة الشوربة بيشتريهاش ال 35 سنت ثاني وين. فنكمل، نروح على البريد. الله يحفظك يا رب. مع العلم انه قريب إن في كندا حكى شوف طريقة إلك قريب من كندا، إذا مش قريب درجة أولى أخ أخت ما بنفعك، إذا مش أخ أخت قريب درجة أولى ما بقدر يقدم لك على فيزا غزة، لازم يكون قريب من الدرجة الأولى، غير هيك ما حينفع. أي قريب صاحب ممكن يساعدكم ب بإنفيتيشن لتر، ممكن يساعد. يعني عمرك 26 سنة؟ لهم 26 سنة، حتى لو لهم 100 سنة ما بهم يعني. ما شوف يا جماعة، أنا ابن عمي صاحبي، بعرف واحد في كندا، سمعت عن واحد، تعرفت على واحد، ما حد بنفعك. كندا ما فيها واسطات، وأنا بعرف حدا وجيبني وبجيبني، في قانون. هلا اللي بيقدر يسوي لك إياه هذا يعطيك invitation letter. هلا يمكن invitation letter تكون كويسة وتنفع، يمكن يكتب invitation letter انت ما تقرأهاش، تعبيها بهال حطها وتروح خارب بيت. يمكن invitation letter تكون كويسة وتنفع، يمكن يكتب invitation letter انت ما تقرأهاش، تعبيها بهال حطها وتروح خارب بيتك في الابليكيشن. انا شفت application letter جابت المصايب للمقدم. فمش كل ابلكيشن لتر بتفيد يعني، فلا تتوقعوا انه خلص كتب لي ابلكيشن لتر دعوة انه فاتورة الغاز. طيب كله بنروح على البريد زي هيك، بنطلع الفواتير يا حبيبي، فاتورة المي يا عيني. طيب اهلا وسهلا. طبعا سامر، كيف في الفواتير معك؟ دفيعة درجة أولى. في البلد هاي الواحد ما بلحق يحك راسه غير جاي فواتير. طبعا كل العالم هو الفواتير، بس شو يعني؟ ما فهمت شو يعني، شو قصدك شو يعني؟ ما بفيدك القريب إذا ما كان عندك قريب من الدرجة. شو يعني؟ ما فهمت شو بدهم يكفوك محاسب يعمل لك تاكس اكثر. والله تحياتي يا دكتور، كيف الحال؟ هلا مساء الخير، الله يسلمك ويبارك فيك. كيف الاخبار؟ والله هالبريد هذا ما عم يبعث لنا شكات، بس بيبعث فواتير. آخ على هالبريد. تتذكر هذا اللي طلع مرة عمل فيديو إنه الحكومة عم تبعت شيكات عشان الجو؟ ما شاء الله. أي طبعاً. هذا يا جماعة، بس عشان اللي ما بيعرف، هذا ملك التفاؤل. ملك التفاؤل. طلع واحد بحكي إنه الحكومة الكندية عم تبعت شيكات عشان الجو. شو هو؟ في شاف environments اللي هو بيئة، فهو كان في عنا تاكس احنا بندفعه على البنزين وعلى مشتقات النفط وعلى الطاقة، والحكومة قالت حترجع لنا مبلغ بسيط منه حسب دخلك.
طبعا اللي رجع له، انا رجع لي 12 دولار من بكل فصل يعني بكل كوارتر، اللي رجع له 200، اللي رجع له 250، مبالغ بسيطة. فالاخ قرأ انفيرمنت طلع يفتي في الموضوع، طبعا اتبهدل والناس كلها حكت عنه. ولكن هذا هم المشكلة، انه عنده ناس ملايين بتابعوه. مؤثر تمام. فأحيانا المعلومة الغلط بتضيع كتير، صح؟ للأسف. طبعا أعرفكم بالأستاذ سامر، الأستاذ سامر أخصائي اتش ار، يعني مواضيع توظيف، وظائف، أمور زي هيك، سي فيز. وهو يمكن يحكي عن حاله شوي. بس أنا قبل ما تحكي عن حالك بدي أرجع لبنت غزة. يعني يا دكتور، فيش طريقة كويسة؟ ما حكيت لك في طريقتين مش طريقة. إيش كويسة يعني؟ بدك، ما بعرف، مش فاهم شو الكويس ومش كويس بالنسبة لك. بس في طريقتين حكيت لك، يا بتقدمي على فيزا، يا بتقدمي على برنامج اسمه اي ام بي بي، بده 6 اشهر. ان شاء الله بتكوني موجودة هون اذا عندك كل الاوراق اللي حكيت لك عنها. عندي سؤال، تفضل تفضل يا استاذ سامر، لو تعرفنا على نفسك وتعرف الجمهور. الله يجزيك الخير يا دكتور، سامحوني. أول شيء برحب بحضرتك وبالمتابعين اللي عندك، بارك الله فيك وبجهدك بدعم الكوميونتي. سامحوني أول شيء، أنا كنت متمني أن أفتح كاميرا، فأنا مش يعني مش قادر من عندي، لأنه القناة عندي لسه ضعيفة، توني فاتح القناة، فما بتسمح لي لسه. يبدو أنه في عدد معين من المتابعين حتى يسمحوا لي أفتح الكاميرا. بالنسبة للاتش ار، والله هو حاليا موضوع جدا مهم، خاصة بعد فترة الكوفيد صار كميات كبيرة من اللي اوف، خاصة بالمؤسسات الكبيرة والحكومات، ولأسباب كتير. يعني أكثر واحد من الأسباب اللي أعتقد هي أثرت، إنه هن وظفوا عدد كبير من الناس بدون ما يكون عندها مكاتب. فعدد كبير من الناس موجودين بيشتغلوا من البيوت، والحكومة قررت أنه ترجعهم على المكاتب. فأحسن حل أنه يعملوا لاي أوف للأعداد اللي هي سيربلس، الزيادة عن الكوادر الموجودة. إن شاء الله قريبا بيعبوا المكاتب مرة ثانية وبيرجعوا بيوظفوا، بيكون صار في جاستيفيكيشن لحتى يوسعوا المكاتب تبعهم أكثر، فبتنحل بإذن الله. هي موجات. أنا عملي بيتركز بمساعدة الباحثين عن عمل لحتى يحصلوا على الوظائف اللي هن بيطلبوها. وأكبر عقبة هلأ موجودة عندنا في السوق، إنه تطور التكنولوجي أدى إنه عدد كبير جدا من الجوب أبليكانت لكل وظيفة. فصار دور الموظف الاتش ار أقل بفرز الطلبات، الفرز الأولي، والداخل السيستم بشكل كبير اللي هو الأبليكانت تراكينج سيستم الاي تي اس. فصار طريقة كتابة الريزومي وطريقة التقديم على الوظائف لازم يتطابق مع طريقة السيستم، حتى السيستم يعمل طريقة الفرز التلقائي ويعطي فرصة للأبليكانت إنه يعني أي يوصل. رزومي هذا اللي بتكتبه ببلادنا ما بينفع، هي في خلينا صورة نقول وفي ديانة وفي مش عارف إيش. تمام، في خصوصية أكيد لكندا، مثل ما تفضلت موضوع الصورة والديانة والجنس والعمر، هذه ما نذكرها بكندا. لكن هلا مؤخرا معظم الدول عم تتحول باتجاه الكتابه الريزوميه اللي هي اي تي اس فريندلي، وهذا الشيء عم نشوفه كتير هلا مؤخرا بدول الخليج، بالسعوديه، بالامارات، بقطر، عم يتوجهوا هذا التوجه. لكن نحن في كندا هون سبقنا هذا الشيء، وهذا الشيء اللي ابتدوا الناس يلاحظوه بالسوق، انه اصبحت عمليه التوظيف اصعب، لانه ما حدا عم يقدر يشوف الطلب تبعهم الا عن طريق واسطه، او بدنا الطريقة الثانية اللي هي إنه تكون السي في تبعي أو الريزومي هي الواسطة، هي اللي بنفسها تخترق هالسيستم وتوصل بالشورت ليست. يعني هي إحدى الأمور الأساسية اللي بنشتغلها. باقي الأشياء اللي كثير مهمة هي طريقة التقديم على الوظائف، الاستراتيجية التقديم، كيف يكون في عنا فعالية، شو المواقع اللي بتضيع لنا وقتنا، شو المواقع اللي نستفيد منها لنحصل على وظائف أقوى، شو الوظائف المواقع اللي هي دارجة بالنسبة للمؤسسات اللي نحن تارجت إلها نقدم طيب، عليها. انا بدي احكي معك في موضوع مهم جدا هلا، عمر. وناخده لمنحنى اخر. يمكن معظم اللي موجودين معنا من برا بدنا نحكي بموضوع، بس في كم سؤال خلينا نجاوبهم عشان بالوقت هذا نكون متابعين اللايف والاسئله.
بنت غزة بتسأل بكم الفيزا يا دكتور؟ الفيزا 190 دولار تقدميها إذا لحالك، إذا عن طريق مكتب حسب المكتب، كل مكتب بأخذ، في ناس مكاتب تأخذ 500، في مكاتب تأخذ 5000. أنا أعطوني فيزا زيارة أنا وزوجتي بسبب عندنا طفلة معها جواز كندي، أنا بدي أجي أسبقهم مشان أستأجر بيت مشان أشتغل، هل بيرجعوني من المطار؟ فيزا ما بتقدر تشتغل، إذا بتحكي إنك بدك تشتغل برجعوك مش من المطار، قبل ما تطلع في الطيارة، أما عشان إنك جاي قبلهم لا، ما مفروض ما بيرجعوك، ما عندهم مشكلة، مين يدخل قبل مين يدخل بعد، ما فيش، أنت مش بلد مجبرك إنك تيجي مع حدا يعني، لا ما بيجبرك، بس ما تحكي إنك تشتغل، إذا بدك تيجي تحكي تشتغل ومعك فيزا سياحة، لأنه أكيد فيزا سياحة عشان بنتك، أو فيزا زيارة بسموها. حتى دكتور إذا فتحوا الشنط تبعه ولقوا النسخ من السي في تبعه مطبوعة، فهذا مؤشر أنه هو جاي مش لهدف سياحة، صح يكون حريص أنه ما نوع عامل هالأشياء في شنطته عشان يقدر يدخل. حتى بزنس كارد، الشغلات اللي بتبين انك جاي بزنس. يس رأيك بالشباب اللي دخلوا هجرة غير شرعية لأمريكا، ايش ممكن يصير معهم؟ والله ما بعرف، أمريكا قوانينها تختلف. واشتغل وبعدين بلحقوني، هل بيقبلوني بالمطار؟ حكيت لك لا تجيب موضوع الشغل يا أبو دانيال، يا أبو دانيال أرجوك. طيب أنا من فلسطين من الضفة، أهلا وسهلا فيك زيارة. طيب وين في مكتب أعمل فيه دكتور غلبتك؟ بنت غزة أنت إذا في تركيا في مكاتب كتير في تركيا، ما بعرف والله، أنا ما بنصح بأي مكتب خارج كندا، ما بعرفهم يعني، ما بدي أحكي لحدا، إذا بدك مكاتب في كندا في عندي ناس، بس برا كندا ما عمولنا فيزا بسبب نسافر بسبب الأوضاع. ألف سلام. طيب السؤال اللي بدي أسألك إياه الآن وهو مهم جدا، الآخر تطورات في مواضيع العاملين الغير كنديين. سمعنا في تقرير من الأمم المتحدة طلع إنه كندا بتعامل هدول الأشخاص كعبودية، slavery، يعني استخدموا هذه الكلمة slavery. اليوم ماكدونالدز أعلن إنه لن يشغل ناس مش كنديين أو مقيمين دائمين. هل تتوقع وجود هذول الأشخاص اللي هم إجوا فترة لما فتحت كندا الفيز وبدوا يحولوا فيز الزيارة لفيز عمل، أو حتى إجوا بسبب الدراسة أو العمل، هل تتوقع إنه هذول أثروا على مستوى العمل في كندا؟ سؤال كثير مهم. هلا نحن بدنا نفكر نحن شو السوق اللي عم يدور عليه الجوب سيكر، شخص مهاجر متخصص مشكل قيمة عالية بمؤسسات كبيرة بدول تانية وجاي على كندا عشان يكون هو منتج ويأمن أمور حياته. فهل هو سافر من بلد لبلد لحتى يجي يشتغل على الوظائف الصغيرة هذه؟ هذه نقطة مهمة اللي هو سرفايفل جوبس. بالنهاية أكيد السوق هو عرض وطلب، وقد ما نحن الشركات الخاصة هدفها ربحي فحتحاول تدور على أرخص يد عاملة بتحقق لها عملها وبأقل التزامات. صحيح عم يكون الـ مثل ما يقول الشخص اللي هو طيار اللي بسريع، أو مثلا الطلاب من فترة كانوا عم يشكلوا حل كتير مناسب للشركات هي عشان هن يأمنوا احتياجاتهم من التشغيلية بأسعار رخيصة. أكيد أكيد نحن لما بنجهز حالنا لحتى نخترق سوق العمل بيكون التارجت تبعنا وظائف أعلى. بالنهاية مؤسسة الهجرة أنا اللي كنت عم تابع هذه الأمور، لسه مش واضح الأمور كتير لحد الآن، وشوي هي محتاجة شخص يعني مثل حضرتك عنده خبرة بموضوع الهجرة لحتى يفتي إنه هو قديش حتكون الأمور قانونية فيما بعد. طيب انت هل تتوقع انه هدول يعني اخذوا بعض الوظائف من المحليين الكنديين المحليين؟ لانه احنا عم بنشوف الان الكل بيعاني انه ما في وظائف، مع انه بتروح على كل هاي المحلات بتلاقي جنسيات مثلا مبين انها من كلها من جنسية واحدة، حتى انه تيم هورتون الان في عليه شبه أخلاق يعني محاكمة أخلاقية من قبل الموظفين، إنه كل اللي موظفهم الآن من جنسية واحدة من إثنيسيتي واحدة. تمام،
هلا انا ما بدي الناس تفكر بطريقه انه انا ما اخذت شغل لاني انا مش محظوظ، او انا ما اخذت شغل لانه الجنسيه الفلانيه مسيطره على السوق، ما اخذت شغل لانه الجنسيه الفلانيه بيدعموا بعض. هذه كلها اسباب ضبابيه عم تبرر للشخص سبب انه هو ليش ما نجح. اما الشخص اللي بده ينجح، السوق موجود والوظائف موجوده، وإذا هو بيدخل بطريقة تنافسية قوية بيحصل على الوظائف. أنا بدي أقول إذا جنسية معينة، بدون ما أذكر شو هي الجنسية، ليش نحن بنشوفها بكثرة في بعض الأماكن؟ هل السبب الوحيد إن هن عم يدعموا فقط بعض، أو يمكن أسباب تانية؟ لأنه هالجنسية هي جنسية عم يكونوا الأشخاص اللي بيشتغلوا فيها فريندلي، ديديكيتد، صح. ملتزمين بالعمل، ما بيعملوا مشاكل، ما بيتمشكلوا مع بعض. يعني انا اذا بدي افكر باحدى الجنسيات، انا عمري ما شفت اثنين من هذه الجنسيه عم يعني يعيطوا على بعض، عم يتصرخوا على بعض امام بعض بورك انفايرمنت. بينما للاسف اذا بفكر بجنسيات اخرى، حصل كتير بشركات وامام الزبائن مشاده كلاميه بين اشخاص من نفس الجنسيه. آمين. هي الاشياء الاخلاقيه اللي هي بتربيه وبكوميونتي كلتشر عم تأثر إنه بعض الجنسيات مطلوبة أكثر من بعض الجنسيات الأخرى. إذا بنروح نحن على القطاع الطبي، حنلاقي فيه ظهور لعدد كبير من مثلا الممرضات من جنسية معينة. هذا طبعا كثير له علاقة بالكواليتي اوف ذير سوشيال لايف. هدول الناس عندهم صبر، عندهم رحمة، عندهم تعامل جيد مع المرضى، فعم يكونوا هن من الجنسيات المرغوبة في هذا التشغيل. نحن دائما لازم ننظر لنفسنا، أنا ليش هالإنسان عم ينجح؟ لأنه هو عنده ديديكيشن على التعليم، عنده التزام بالتوقيت، بيشتغل معاي سنة كاملة، يمكن مرة واحدة تأخر ولسه كل كم يوم بيعتذر عنها. هنرجع على الموضوع بس نجاوب كم سؤال بعد إذنك. بنت غزة بتحكي من وين أقدم على الفيزا؟ التقديم على الفيزا يا أختي على وزارة الهجرة أونلاين. إذا أنت مش عارفة تقدمي فمعناها بدك شخص يساعدك. برجع أحكي لك، يا بتجدي مكتب مختص في السفريات أو الهجرة يساعدك، أو بتلاقي مستشار هجرة مختص في كندا يساعدك. فإن شاء الله يكون الواضح الجواب. أستاذ أنا عايش بألمانيا وعندي أخت إلها جنسية كندية، كيف أدخل كندا بسرعة؟ ما برجع بشرحها مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة. صاحبك، أختك، أخوك، ابن جيرانك وصاحبي بالمدرسة ما بيساعدك بأي إشي. إذا معك جواز سفر أو فيزا، هذا تقدر تدخل فيهم على كندا. جواز سفر مثلا أوروبي تقدر تدخل على كندا، معك فيزا كندية بتقدر تدخل على كندا. غير هيك هذول كل الأشخاص اللي حكيتهم بيقدر يسوي لك invitation letter، بس بطاقة دعوة أو رسالة دعوة، أحيانا بتفيدك وأحيانا بتضرك حسب شو مكتوب فيها يا جماعة. ما هو أحيانا بكتب أنا ما إلي خص فيه، وأنا حل منه، أنا كنت أشوفه بالمدرسة وكان يضربني، فممكن يكتب كل الحكي يعني، وانت ما تقرا الرساله وتحطها بهالهذا، والله اعلم. فاختك ما بتساعدك. اذا انت معك جنسيه المانيه او معك اقامه المانيه، ممكن تساعدك انك تقدم على الفيزا. بس مو عشان بيبيعوا عقود عمل. اوكي، هذا سؤال راح نساله. طيب خلينا نسأل تكبيس يا جماعة مشان اللايف، الله يحفظكم. لا بدنا تكبيس ولا لايك ولا شير، اللي بيجي من الله كويس يا جماعة. لا لا لا، بس عشان ما تغلبوا حالكم، يعني احنا مش من هالناس اللي طالعين عشان شو اسمه. بدي حدا ثقة يا دكتور، بدك ثقة. في ناس ثقة أكيد، تركيا ما بعرف صراحة، بس هون في أكيد المستشار معتمد من قبل السفارة، يكون نسبة القبول عن طريقه أقوى. لا، نفس الإشي، يمكن يكون مكتب عادي وشاطر يعني وأمين، ملوش خص مين بيقدم لك يعني، هاي ما بتأثر نهائيا. طيب نرجع للسؤال هون اللي سأل، أو التعليق اللي حكاه أحد الأشخاص، اللي هي سمعنا لاحقا عن، وخاصة في مواضيع الهجرة، أنه ناس كتير بتبيع عقود عمل
وناس بتيجي هون عليها، وصلت عقود العمل في كندا ل50,000 دولار. ناس بتيجي هون بس عشان توصل على كندا وتشتغل سيرفايفل جوب. شو رأيك في هذا الموضوع بشكل عام؟ هل واحد يبيع أرضه، يبيع صيغة مرته عشان يجي ياخذ عقد عمل 40,000 50,000، مستاهل؟ والله ما عارف اذا هو لسه الحلم الكندي متصور ك يعني هن مفكرين انه اشترى الجنه وما اشترى الجنه والله. فهي مشكله. مبدئيا احنا بدنا نحكي كثيوري. اول شيء، كندا بتسمح بالعمل للي عندهم work eligibility يلي هن البي ار citizenship مع عدد محدد من الساعات لبعض الفئات اللي هي عقود مغلقة أو طلاب مثلا. هذه الورك إليجيبيليتي، فأنا ما عندي قدرة إني أوظف خارجيا. هذا من أحد أول الأمور اللي بيفرز عليها موظف الإتش آر، بيحذف كل الناس يلي هن ما بيدخلوا بالورك إليجيبيليتي، يعمل لهم سكرين أوت. هلا إذا في عندي شخص خارجي وبده يدخل على كندا، فهو أهم شرط إنه هذه الشركة اللي بدها تشغل شخص بمؤهلات من خارج كندا، اذا هن ما لازم يكونوا لقوا حد من ضمن كندا. في تسلسل للاولويه دائما من عنا من الداخل، في الاولويات في تسلسل معين. هلا ممكن من الداخل نحن ناخذ ادفانتج، ناخذ ميزه اضافيه لما تقدم الطلب، اختار visible minority مثلا. هذا الشيء بيعطيني، لأن معظم الشركات بدها تزود نسبة الدايفرسيتي وخدمة الأقليات العرقية الموجودة في المجتمع عشان تعمل تمثيل مماثل لها ضمن المؤسسة. أما من الخارج، طيب أنا خليني أسأل أي شخص هو جاي من برا، يا أستاذ أنت شو المؤهل اللي أنت جاي فيه وما حدا مثلك بكندا؟ ليش أنت، شو النقطة التنافسية؟ شو هي الكومبيتيتيف أدفانتج، الميزة التنافسية إنه أنت يجيبوك من بلد تاني؟ نعم. نحن مجرد انه نجيب شخص او اي شركه بدها تجيب شخص من الخارج، فهي اذا حققت على نفسها التزام عالي. صحيح. هذا الشخص ما بتقدر هي تغير رايها بعد اسبوع واسبوعين ويعطوه ترمينيشن. هذا الشيء ممكن يعملوه من الداخل. اذا لما بده يجيب حد من برا لازم يحقق التزام عالي، فبيلزمه كمان بانه يلتزم معه وبده يعلن داخليا عن الوظيفة ويتأكد إنه ما في أي حد قدم عليها من نفس المؤهلات، وهي بروسس طويلة ومكلفة. صحيح. اذا انت شايف الاعمال في كندا انه فعليا، انا بنصيحتي والله ما هي مستاهله تدفع 50,000 عشان تيجي. قديش بدك عشان تطلعهم وتحوشهم هدول 50,000؟ خلينا بس نسمع من مو دخل معنا. تفضل يا مو. محمد العزب، انا محمد، مؤسس اهلا وسهلا، تفضل. وعندي حوالي على منصات التواصل الاجتماعي حوالي 100,000 متابع ما شاء الله. على الفيسبوك. بالنسبة، بس أنا عاوز أدي مداخلة بسيطة بموضوع عقود العمل. هو للأسف الناس بتحسبها بطريقة مختلفة، وده اللي أنا شفته مع معظم الناس، وده غباء من كندا. يعني أنا الحمد لله مواطن كندي ومعايا جنسية كندية وعايش في كندا بقالي حوالي 5 سنين. للأسف ده غباء من الإدارة السياسية في كندا. ليه؟ لأن الطالب بيجي يدرس هنا، بيقعد يصرف يعني فلوس أكتر من 50,000 دولار، بيقعد عشان ياخد بعد كده work post graduate work permit، بيقعد سنتين أو 3 يشتغل، وبعد كده يحصل على البي آر، بيمشي رحلة طويلة كتير جدا حوالي 4 أو 5 سنين عشان بس يحصل على البي آر. وبعد كده كل المدة اللي فاتت دي بتتحسب له كسنة، يقعد يستنى سنتين عشان يحصل على الجنسية. فبدل ما يصرف كل الفلوس دي، بيلاقي حد بيبسط له او بيديله يعني كنز بالنسبه له. بدل ما تدفع المبالغ دي كلها، هتدفع لك 60 او 50 او حتى 20، في ارقام متفاوته، وتاخد كمان البي ار، لان في بعض البرامج تبع البرامج دي بتدي بي ار للاسف، مش بتشتغل انت تشتغل مده معينه، فبتيجي تاخد البي ار من الاول. ولو عاوز تدرس كمان هتاخد تخفيض، لانك اصبحت بينطبق عليك كل المزايا اللي بياخدها المقيم الدائم والجنسيه. ده غير كمان ان انت هتاخد بنفيتس من الدوله لو انت عندك اولاد او خلافه او خلافه. فبالتالي بيبيعوا وهم للناس، وللاسف الناس بتشتري الوهم ده، لان هو مضطر، هو كده كده في دماغه الدراسة. وفي بعض الناس رجال أعمال، بدل ما تيجي كرجل أعمال أو مستثمر، تعالى بدل ما تدفع المبالغ الطائلة للحكومة، تعالى خد البرامج دي. ده للأسف غباء من الحكومة. المفروض الحكومة أنت تتوقع محمد هذه المشكلة كانت من الحكومة أم
من الناس اللي روجوا لها بهاي الطريقة؟ يعني هل الحكومة اجت قالت للطلاب تعالوا انتوا عشان بعدين تاخذوا بي ار، ولا هم الناس بلشوا يعني اللي يعملوا الادفرتايزنج على انه هو افضل طريقة للحصول على الجنسية و و و الفساد موجود في كل الدول، يعني بعض الاساليب موجوده في امريكا على فكره الى الان الى يومنا هذا. الجنسيه المعينه اللي حضرتك قلت عليها استاذه في اللعب بالاوراق، واستاذه ان هي تجيب اي ورق انت عاوزها من البلاد بتاعتها، لان الاوراق عندهم سهل جدا ان هم يستخرجوها. عاوز عامل في مطعم يجيب لك عامل في مطعم، عاوز شغال في اي تي يجيب لك ان هو شغال في اي تي، اي ورق انت عاوزها بيجيبها من بلده بسهوله. المشكله من الحكومه في الرقابه على الاوراق اللي داخله والنسب، يعني انا ازاي كحكومه كنديه اسمح لجنسيه معينه تدخل تاخد 70% من الوظائف بتاعتي ومن الكفاءات بتاعت البلد ومن الاقامه الدائمه وما اعملش عليهم كوتا زي ما امريكا مثلا عملت؟ يعني امريكا دلوقتي ما اعرفش حضرتك عارف المعلومه دي ولا لا، انا كهندي عشان احصل على الجرين كارد دلوقتي في الوضع الحالي لو انا مولود في الهند محتاج 15 سنه، ولذلك معظم الهنود دلوقتي بتجري وبتسيب امريكا وبتروح على بلاد تانيه، لانه هيقعد في امريكا اخره 6 سنين على الاتش 1 بي 1 لازم يوفق اوضاعه يدخل كمستثمر يقعد في البلد 15 سنه عشان بس يحصل على الاقامه الدائمه. محمد هون كانت موجوده كوتا في الزمانات قبل في بدايه عصر هاربر، والغوها لانه اعتبروها نوع من التمييز العنصري بين الناس، لانك انت اذا جتك ناس اكثر فانت بتعطيهم اذا انت محتاج لهم، فكان في عليها ديبيت كبير. يعني كانت في دي بسبب ممارسات هاربر نفسها، يعني هو ممارسات هاربر كانت عنصريه، ما كانش حد بيدخل بعد 11 من سبتمبر يفتش على الناس في المساجد غير هاربر للاسف، وكان بيعمل بروفايلز للناس. انت اكيد حضرتك عارف الممارسات اللي عملها هاربر ايام بعد 11 من سبتمبر، واستغل مواضيع 11 من سبتمبر للتمييز ضد المسلمين، ودي كل الناس عارفاها. يعني انا بتكلم على البابليك ودي حاجه معروفه، يعني فريدوم اوف سبيتش في كندا. سؤال لكلاكما محمد وسامر، الآن إحنا داخلين على فترة تقريبا انتخابية، خلال سنة وشهرين تقريبا حيكون عندنا انتخابات برلمانية، والكل متوقع سقوط الحكومة الحالية اللي هي الليبرالية وحضور الحكومة الكونزرفاتيف، وهذا السيناريو الأشهر. فكيف بتتوقعوا كلاكما، بدي منكم دقيقتين مثلا تحكوا، كيف بتتوقعوا انه التغيرات على القادمين الجدد اللي هم خاصه اللي جايين من الميدل ايست، سواء بالعمل بالحياه بالهجره؟ نبدا فيك محمد. انا شايف ان الحكومه الحاليه بتعافر وبتصارع الزمن علشان تحاول ان هي تكنس اكبر عدد من موجود الناس. الجنسيه كان في فتره سابقه السنه اللي فاتت كانت بتاخد 14 شهر، اتقللت المده دي ل7 شهور دلوقتي بروسيسنج تايم. فالحكومه بتحاول ان هي تجتهد ان هي تدخل اكبر عدد ناس من كل الناس اللي دخلت البلد عن طريق، لان هو ساب البلد مفتوحه تقريبا 5 سنين للحدود، كان بيدخل في اليوم 4000 شخص من الحدود الكنديه الامريكيه مع كيبك، جه مؤخرا قفلها عشان الناس شايطه، الناس مش طايقه. انت كمواطنين كنديين انت عندك ستاتس كندا بتطلع كل شهر، لو انت بتتابع الرأي العام يعني بايظ خالص في كندا بالنسبة للحكومة الحالية. أكبر دليل على إن الحكومة الحالية مش مكملة الانتخابات اللي كانوا بيكسبوها لمدة 13 سنة في أونتاريو، أكيد حضرتك تابعت وشفت إن هم خسروا خسارة مدوية في أونتاريو كانت بفضيحة، ودي عمرهم ما خسروها لمدة 13 سنة، فده دليل على إن يعني أونتاريو كمان فيها تعددية عن بقية المقاطعات التانية، أونتاريو فيها جميع الطوائف والجنسيات المختلفة، فما بالك بقى لو رحت الأماكن اللي فيها بيض بس، يعني مثلا زي اللي هي مقاطعات من بوندويك كالجري الحتت دي ضبيط بس، فانت متخيل الناس اللي فيها دايفرستي عملوا معاه ايه، فالناس التانيين هيعملوا معاه ايه؟ طيب ده ردي يعني استاذ سمير برضه ونسمع استاذ سامر. تفضل جزيلا استاذي الفاضل. غالبا معظم المؤشرات عم تقول انه نحن رايحين على مرحله المحافظين الكونزرفاتيف مره ثانيه. انا خليني اقول استفيد من الوقت بتوقع مبكر. إذا نحن داخلين على مرحلة المحافظين تغير من فترة طويلة اللي مضت المرة الفائتة عن الليبرال، فنحن داخلين على سوق عمل في فرص عمل أكثر، رواتب أعلى، لكن تنافسية أعلى. طيب. بالمؤهلات نحن اليوم أي كل شخص أنا بقول ماله عم يشتغل حاليا فهو بفرصة ذهبية للتطوير.
لازم كل شخص اليوم يحاول يدرس أكثر، يعمل شهادة إضافية، لأنه إذا استلموا الكونزرفاتيف حيكون السوق تنافسي جدا بالمؤهلات، حيكون في وظائف أكثر، في تغير اقتصادي، لكن التنافسية حتكون شديدة، فلازم يكون الإنسان مستعد لاغتنام هذه الفرص. إحنا ما فينا ننتظر حتى الفرصة تجي وبعدين نقول هذه متطلبة الشهادة الفلانية، يلا انتظروني قليلا حتى أنا أسوي هالشهادة. ما يمكن، احنا لازم نكون مستعدين لاغتنام هذه الفرص. طيب في كثير ناس بدأت تحكي انه اذا اجوا الكونزرفاتيفز حيوقفوا الهجرة، وطبعا هذا الكلام عاري عن الصحة، كندا لن تستطيع ايقاف الهجرة نهائيا، قد يقللوا الاعداد، انا متوقع يوصلوها ل 200 250 الف، يرجعوا للوتيرة السابقة، ولكن ايقاف الهجرة نهائيا هذا مستحيل، لانه كندا لن تستطيع ان تستمر بدون هجرة، يعني هي من الدول اللي تستخدم الهجرة لاستمراريتها. إيش توقعك أستاذ محمد؟ والله يا دكتور انا شايف ان هو هيقفل شويه، لان الاعداد اللي خدها كافيه. انا شايف ان كندا تشيل لحد 350 مليون زي امريكا، بس هو الفكره في التوسعات على الانفراستراكشر، يعني هو العدد مش مشكله، بالعكس انا شايف ان العدد اوبورتيونتي ان احنا نجرو، بس ايه المقابل لده؟ الانفراستراكشر، توسع على البنيه التحتيه اللي حصل عشان ان انت تاكوموديت او ان انت تحتوي عدد الناس اللي جايه، لازم توسع على مستوى الصحه، ان احنا نجيب دكاترة أكتر ونقلل مرتبات الدكاترة. ليه دكتور ياخد مليون و2 مليون؟ ليه دكتور ياخد 300 ألف؟ يعني ليه ما يقدرش يعيش مثلا ب 100 ألف؟ ليه ما نجيبش، ما نعملش زي يعني بريطانيا؟ مش أحسن مننا كبلد يعني؟ يعني بريطانيا بتجيب الدكاترة بتديهم 50 ألف ودكتور بريطاني يعني. نعم فليه ما نحاولش نستقطب ناس من بريطانيا ونجيب ناس بمرتبات أقل، نظير إن الناس دي يعني هتدينا خدمة صحية وموجودة. في عندنا دول محتاجة ناس، محتاجة تروح، بدل ما بيروح الخليج لو جه كندا هتديله جنسية وأكفاء، يعني في أطباء في مصر، في أطباء في الأردن، في أطباء في كل دول العالم، في أطباء في دبي، في أنظف مستشفيات في دبي، لو جيت فرصة إن هو يشتغل في كندا وأمريكا هيجي. فدي نقطة تانية، يعني موضوع التوسع وموضوع إن يبقى في حكومة تقدر إن هي، يعني أنت عارف طبعًا إن متحكم في الحكومة عندنا الاتحادات، اتحادات العمال واتحادات الأطباء والكلام ده، لازم حكومة تيجي عاقلة، عارفه ان هي تتفاوض مع المؤسسات دي بحيث ان هي تطلع بحاجه وين وين سيتويشن للشعب الكندي. يعني انا ده اللي شايفه. بس سامر، شو رأيك في موضوع إيقاف الهجرة ولا عدمها؟ انا بشعر كمان انه التغيير هو حيكون صحي لكندا، خاصه انه احنا مؤخرا لاحظنا مؤشرات كثير عاليه من الهجره العكسيه، الناس اللي ما عم تقدر تتحمل الوضع الحالي، حتى لو انه هن منتجين موظفين، في ناس كانوا موظفين بحكومات وبرواتب عالية أخذوا قرار إنه ما في آخر، كل شيء أنا عم بعمله، كل شيء عم بعمله كإنكم عم يروح تاكس ومصاريف، وما عم بقدر أعيش الكواليتي أوف لايف المطلوبة، فعم تصير هجرة معاكسة. التغيير غالبا الإدارة الجديدة لما حتستلم حيكون أول هدف عندهم هو المحافظة على الكفاءات، ريتينينج، إن شاء الله حيكون شيء صحي ولمصلحة الكل. كنت بدي أذكر نقطة صغيرة كنت عن موضوع عقود العمل، إذا برجع بس شوي تسمح لا لي، تفضل. على عقود العمل، سؤال جدا متكرر كل يوم بيوصل لكثير، متأكد كمان لحضرتك، إنه أنا وصلني عقد عمل من الشركة الفلانية، هل هذا حقيقي أو هو فيك؟ أنا بدي أستفيد من هالوقت مع حضرتك ومع متابعينك إنه نحن نحط 3 قواعد أساسية. أول ما بيطلب منك الموظف فلوس على عقد العمل، فنحن نسبة كبيرة هذا فيك، هذا نصب، لأنه صاحب العمل لما بيحتاج الموظف ليملأ له وظيفة لازم هو اللي يدفع له فلوس، وإذا هو محتاج هالمؤهلات وهالمهارات لازم هو اللي يغطي تكاليف العقد تبعه. الشيء الثاني، إذا كانت العقد العمل أو موافقة اللمية اللي عم توصلهم باسم الشخص فهذا نصب، لأنه الموافقة اللمية ما بتجي باسم الشخص، بتجي بموافقة باسم الشركة، هذا كمان المؤشر الثاني. المؤشر الثالث اللي نحن إذا الناس لازم تنتبه له، إنه كيف أنت حصلت على عقد العمل والموافقة؟ هل ها كانت البروسيس سهلة؟ ففي عندي بيج ريد فلاج هلا هون. عملية التوظيف مش شغلة سهلة، أنا مش ببعت سي في أو ريزومي طلب اليوم بصحى بكرة الصبح بلاقي مبروك لقد تم توظيفك، ما يعني هو صاحب اللي حصل على الوظيفة لازم ما يصدق هذا الشيء.
المفروض طلب التوظيف يوديني لسكرينينج كول، يوديني بعدين لانترفيو بروسيس. طبيعه الاسئله اللي بيسالني اياها انا اذا كنت متخصص بمجال معين مثلا طبي او هندسي او علمي، لازم تكون اسئله الانترفيو بهذا المكان وتكون تشالنجينج كويستشنز، والا اذا كل شيء سهل فا اتس ا بيج ريد فلاج، اكيد هو الموضوع فيك. احيانا الانسان من كثر ما بيكون فرحان بالشيء اللي عم يجي فبيقنع نفسه، لكن النصابين عم يستنونا بكل الزوايا، والنصاب ما بده كتير، ها بده بس $50 وبعدين بيختفي. هي مشكلتها زي ما بيحكوا الكنديين، walks like a duck, feels like a duck, sounds like a duck, it's a duck. فإذا بين عليها نصبة هي نصبة. 100% تمام. في تعليق مهم وبدنا نعلق عليه كلاكما. الأستاذ مروان بيحكي كندا عمرها ما رح تتقدم لأنه الفساد إلى النخاع إلا إذا تغيرت الاستراتيجية بحكومة مختلفة. طبعا أنا بدي أركز، هو مش فساد على حسب رأيي، أنا بدأ في رأيي، هو مش فساد، هو أكثر منه بيروقراطية وضعها ناس قبل 50-60 سنة وللأسف لسه ماشيين عليها. شو رأيكو أستاذ سامر؟ خلينا نبدأ فيه، هل هو فساد إلى النخاع ولا هو بيروقراطية ولا شو اللي بدي يغير في كندا؟ يعني هو سبحان الله الفساد هذا يتلون ويتغير حسب المناطق على مستوى الكرة الأرضية، كل بلد لها طابع مختلف. إذا يعني مثلا نحن في كندا هون بعد ما عشنا هالفترات هي، راحت من بالنا مثلا شيء اسمه الواسطة، ظهر شيء اسمه الكونكشن، تمام؟ راح عنا شيء اللي هو الديسكريميناشن الواضح، صار في عنا تمييز مقنع او بايس مقنع، فهن كمان شاطرين في موضوع اخفاء النوايا. لكن بالنهايه يمكن الانسان هو الانسان نفسه في كل دول العالم وكل المحيط، ونفس الدي ان اي ونفس الدم، بيحب وبيكره وبيحقد وبيميز، لكن كل واحد عنده اسلوب. يعني تختلف الطريقة، يعني هو لما بيكون عندنا رئيس شركة في مثلا دولة أخرى بيعطي ميزة لشركة حتى تأخذ عقد معين لأنه هو مقتنع فيهم. صح. بكندا يمكن هو مقتنع فيهم وهن قادرين يأمنوا الأوراق اللي هو طالبها وأقنعوا ومشوا على السيستم اللي هو طالبه. يعني صعب نحكي عن مواضيع حقيقة، هي أنا بقول لازم نحن دائما حتى ننجح ما نعمل blaming external factors. إذا كل ما نحن بدنا نقول إحنا سبب فشلنا هو فساد الدول، سبب فشلنا هو جنسيات أخرى، سبب فشلنا إنه في ناس تانيين ناجحين، يا أخي أنت حاول تدخل على ماراثون فيه 2000 شخص عم يتسابقوا واسعى إنك تكون الأول. في النهاية أصلاً اللي حيربح على الماراثون على العدد الكبير كله هو ما ربح بالحظ. وما هذا حيأخذني على سؤال ثاني لاحقاً. مو شو رأيك؟ محمد شو رأيك؟ أعيد لك السؤال ولا سمعته؟ سامعني محمد؟ بقول لك كندا عمرها لن تتقدم لان الفساد الى النخاع. انت سامعني كده ولا انا مش مسموع؟ سامعك ممتاز. تفضل. انا شايف، يعني انا مختلف معاك يا دكتور في الحته دي، انا شايف ان كندا فيها فساد مقنع. يعني انا هحكي لك قصتين يبينوا الفساد وصل في كندا ازاي. اولا ترودو لما يروح ياخد طياره خاصه بتاعه الرئاسه ويطلع بيها يقضي رحله صيفيه بتاعته ويصرف من فلوس دافع الضرايب $600,000، ومش قررت مرة ده، قررت مرة والتانية والتالتة، آخرها رحلة بتاعت كوستاريكا وتم استجوابه في البرلمان قدام الناس كلها، ودي حاجة من الحاجات اللي حصلت. الحاجة التانية الفساد اللي حصل في برنامج أرايف كان أيام الكوفيد، لما صرف حوالي $70 مليون على أبليكيشن، ويب أبليكيشن، عشان بس يبين حركات الدخول والخروج لكندا. ودي حاجة من الحاجات، يعني أنا عاوز أقولك لو جبت 25 ديفولوبر من مصر ممكن يعملوها $2 مليون ماكسيمم يعني. وتم اتهامهم بالفساد واخدوا رشوه ومحسوبيه ويسكي. ولما بنشوف برضو كميه الفلوس اللي بيتم
شغفها على أوكرانيا والبلد بحاجة للتنمية والتطوير في النظام الصحي والنظام التعليمي والنظام المباني، يعني كذا حاجة محتاجة، نظام تروية في يعني نظام تصحيح في البنية التحتية. الحاجة الأخيرة اللي أنا عاوز برضه أذكرها، إنه ودي برضه حضرتك ممكن ترجع للتاريخ فيها، ترودو مستلم البلد عليها حوالي 50 مليون دولار. حاليا كندا مديونة بحوالي 2 تريليون دولار، والمبلغ ده في ازدياد نتيجة الفلوس اللي بيتم صرفها. فده بيبين خلال المدة البسيطة اللي هو حكم فيها البلد كمية الصرف والإنفاق محدش حاسبه عليها، وبالعكس يعني هو جار البلد لكمية ديون وحاجات كتير. هل ده ما ينفيش إن كندا دولة غنية وتقدر تسترد ده؟ لا، كندا من الدول الغنية جدا وفيها كمية مصادر لم يتم استهلاكها إلى الآن. لكن هل في حد بيحاسبه؟ في حد؟ هل أداة المحاسبة لو كانت موجودة، وإن كانت موجودة وأنا متأكد إن هي موجودة، قوية أو كافية؟ أنا ما أعتقدش إن هي كافية. بس ده تعليق. مش كافية، أوكي، مش كافية، أوكي. هلا في هم في محاسبة ولكنها مش كافية، أنا معك. يعني مفروض من زمان هو استقال، ومع إنه ترودو من الشغلات اللي بيحكيها عشان بس نوضح ليش صار في اقتراض بشكل كبير، لأنه على كلامه إنه هو زود من البنية التحتية أو حسن من البنية التحتية واستقرض مبالغ لما كان القرض فيها أقل ما يكون النسبة تبعته اللي هي كانت تقريبا 1%، فكانت أفضل وقت إنه يستقرض من البنوك، وبهذا الوقت كان يستغل بناء. طبعا هذا اللي بحكيه ده نفس الكلام اللي بيقولوه في دول واحنا شايفينها متعثره. انا يعني دوله انا هبقى شهادتي مجروحه لو اتكلمت عنها عشان انا معايا جنسيتها، فانت اكيد فاهمني يعني. ف ايوه ده نفس الكلام اللي بيتقال في بعض الدول التانيه، وللاسف احنا شايفين دولنا لا حد حرج يا باشا، عيد عيد. طيب حنرجع لسؤال اللي المهم جدا اللي كان منتهي منه سامر، وهذا السؤال يمكن يؤرق كثير من اللي موجودين في كندا الآن، اللي هي الهجرة العكسية. طبعا كنا في البداية لما تكلمنا عن الموضوع الناس كانت تحارب الناس اللي بيحكوا في هذا الموضوع، لا لا كندا ما فيها، وهذا مش عيب. يعني الواحد مش شجرة، ممكن ينتقل من أي مكان لأي مكان إذا وجد مكان أفضل. لكن اللي وجدناه إنه تقارير رسمية بلشت تحكي بشكل مباشر إنه في أعداد بتزيد من بين شهر وشهر من 100 ل 150% هجرة عكسية. شو رأيك كلاكما في هالهجرة العكسية؟ هل هي هجرة مؤقتة أم هجرة دائمة؟ هل تتوقعوا الناس هاي ما حترجع؟ حبدأ فيك محمد. أول شيء، إذا بدي أبدأ دكتور على طبيعة الناس اللي موجودة في كندا، هي ناس مهاجرة، هي ناس عندها الديناميكية لأنه ما تلتزم بمكان ظروفه غير مرحبة أو غير مواتية، فسهل إنه يكونوا منسحبين كمان لما بتتأتى لهم ظروف تانية أفضل بمكان تاني. نعم لازم الحكومة أو اقتصاديا يكون هذا الشيء مدروس، لأنه هي تكلفة عالية على البلد. لما شخص بيكون بعد ما أسس وابتدى يكون منتج، المهاجر بكلف الدولة أول فترة مبالغ كبيرة على بال ما يستقر ويصير منتج. لما بصير منتج إنه هو يترك ويمشي، أنا بتوقع إنه حتى المؤشرات العالية للهجرة العكسية تؤدي لزيادة الفترة المطلوبة للحصول على الجنسية. لما هن حيلاحظوا إنه 3 سنين أول ما عم ياخذ الإنسان الباسبور عم يمشي، يمكن يردوا يزودوها ل4 سنين مرة ثانية عشان يتأكدوا إنه مثل ما يقولوا قطعنا الروابط تبعه برا أكثر، وصار الثقل للاستقرار أكثر بالبلد هون. ممكن محمد شو رأيك؟ أنا شايف إن الهجرة العكسية يعني زايدة نتيجة الستاتستكس اللي طالعة مؤخرا. أنا شايف إن زي ما الأخ الكريم قال بالظبط، إن إحنا معظم المهاجرين اللي هم جايين، هو في الآخر شال شنطته على كتفه، يعني هو راح كندا، راح دولة تانية. أنا يعني بكل بساطة، يبقى غبي اللي يلاقي مثلا أوفر ب3 أضعاف أو 4 أضعاف راتبه في كندا، وفي يعني بلاد كتير فيها تاكسي فري فاسيلتي، يعني ان انت تقدر تاخد مميزات وحاجات ميديكال انشورنس قوي، بحيث ان انت بتاخد، يعني انا كنت شغال في الخليج ده زمان كمان، كنت بتاخد مليون ريال تغطيه، ما اعرفش التغطيه دلوقتي وصلت كام، ممكن يبقى 2 مليون او 3 مليون ريال.
فانت بتاخد تغطيه على برنامج صحي كويس جدا. طبعا انا ماليش دعوه بالعماله اللي هي ايه اللي ما عندهاش مهارات، انا بتكلم في اللي عنده مهارات وعنده الفرصه وعنده الاوبشن. فانت طيب. بتاخد تامين كويس جدا في دوله فيها تاكس فري، الميديكال انشورنس بالنسبه لك اكسسبل في اي وقت، عندك مدارس، طبعا المدارس هتبقى غاليه عليك شويه بس التكلفه الكليه بتاعتك بتغطي كل التكاليف اولادك في المدارس بالرعايه الطبيه بالسكن، وممكن كمان في بعض الدول بتديك لو انت معاك جنسيه اجنبيه زي الجنسيه الكنديه، لو انت في تخصصات معينه بتديك فيلا وبتديك عربيه واقامه وكل حاجه. فانت لو عندك الاوبشن ده تبقى غبي لو انت قاعد في دوله زي كندا، لان انت في الاخر هتاخد مميزات طبعا عمرك قاعد في دوله عربيه اسلاميه، بتسمع الاذان، بتنزل بتؤدي الشعائر بتاعتك، عكس كمان ان انت هنا بعيد جدا عن كل حاجه. يعني انت اقرب دوله ليك هي امريكا او امريكا الجنوبيه، تروح بقى الدول اللي هي تعبانه في امريكا الجنوبيه، لكن انت لو قاعد في دوله في الميدل ايست انت ساعتين بالطياره تروح تتفسح في اوروبا، تروح تنزل تشوف قرايبك في الدول العربيه بتاعتنا، يعني هتبقى عايش في مجتمع قريب ليك انت حابه وبتاخد فلوس كويسه وبتحوش، فواي نوت. طيب، انا بدي اشكر كلاكما. في عندي البطاريه 10%، فاكيد هتفصل قريبا. هنلغي نخلص اللايف، هنجاوب على بعض الاسئله، بس قبل ما نبدا مو ارجوك تبعت لي رقم تلفونك، نضلنا على تواصل. ممكن نعمل حلقه على كنار تي في انا وياك وسامر، نتكلم اكثر. أكيد يا دكتور، شرفني طبعا، يعني أكيد هبعت لك، أنا عملت لك متابعة وهبعت لك رقمي، وفرصة جيدة للتعرف، وعملت لأستاذ سامر برضه يعني فرصة، إن أنا اتشرفت بمعرفتكم جميعا. شرف لنا أستاذ محمد، شكرا لك، وتعلمنا منك أشياء مهمة ما شاء الله، تحليلك عميق ومعلوماتك قوية، وأخذنا منك إنسايت كتير مهم. وأنا أنا شكرا. مرشح للحزب هنا، فيعني دعواتكم إن شاء الله نعمل تغيير، بالتوفيق فإن شاء الله يعني إن شاء الله يعني نعمل بالتوفيق تغيير في بالتوفيق. إذا لابد إن شاء الله ندعمك أكيد. أيا كان الحزب اللي أنت مرشح له هندعمك. لا انا باعد عن الاثنين اللي هم الغلاني، يعني انا داخل في الام بي بي، فدعواتكم يعني. يا بس بالتوفيق يا سيدي. ماشي، اشوفكم معاك. هنكمل كم سؤال وحنطلع، بس اهدرونا لأنه البطارية تقريبا انتهت. أبو دانيال بيسأل، هل بالمطار راح يسألوني أسئلة بتكون بالعربي ولا بالإنجليزي؟ ممكن يسألوك أسئلة ممكن ما يسألوك، بس إذا سألوك بالإنجليزي أنت وحظك، إذا إجا الأوفيسر بتكلم عربي، إذا ما بيحكي عربي وأنت ما بتفهم إنجليزي ممكن تطلب مترجم، في عندهم مترجمين، بس يعني أسئلة بسيطة هتكون. ليش أمريكا ما فيها هجرة عكسية؟ سؤال مهم، ممكن نخليه للحلقة القادمة، الفرق بين أمريكا وكندا إن شاء الله تابعونا، حنعلن عنها قريبا جدا. هلا دكتورنا الحبيب، أنا عايش بكندا، أهلا وسهلا فيك. طيب هيك أنهينا اللايف، نشكركم جميعا يا شباب وصبايا اللي كنتوا معنا. أنا أعذرونا بس البتر انتهت، لا يمل صراحة، كان نقاش جميل الليلة، وإن شاء الله حنوعدكم بنقاشات أطول ومهمة جدا وتهمكم إن شاء الله. يعطيكم العافية، تصبحوا على خير. السلام عليكم، شكرا دكتور. عليكم.